يا هلا وسهلا فيكم. اليوم في الكشاف حناخذكم إلى رحلة مختلفة في غاية الجمال والإبداع مع الرسم والنحت والتدريب وعرض الأعمال الفنية. اليوم احنا في الكشاف في ضيافة الفنان التشكيلي ثامر الجهني. يا هلا وسهلا فيك ثامر. يا هلا فيك، الله يحييك. يعني مكان في غاية الجمال، واحنا في الكشاف كل مرة نروح زاوية مختلفة، لكن هالزاوية ان شاء الله حتكون مختلفة بشكل كامل لانه فيها عمل ابداعي فني جميل جدا. تسلم. وش سر هذا المكان؟ والله لا سر ولا شيء، سر انه احنا السعوديين رهيبين سوا. والفكرة انه احنا باحتياج مكان يلهمنا، يعزز الطاقة الإيجابية، وعشان فعلا نقدر نتحمل أوضاع الحياة انه نبغى مكان كذا نفرغ فيه الطاقة السلبية ويرجع لنا التوازن، فهذه كل الفكرة. جميل، تذكرت الكيمياء، ممكن نتكلم عن الكيمياء والهندسة المعمارية اللي درستها اكيد، والكاراتيه اللي دربت في فترة طويلة، دراسة تخصص مختلف اللي هو الانيميشن والإخراج، والآن هذا المعرض، وين لقيت نفسك أكثر؟ حقيقة كلها في بعض تطلع بنتيجة واحدة. كوني مهندس معماري، حبي للارت والديزاين والفن بشكل عام خلاني كمهندس معماري أعرف أوازن الأمور بشكل أفضل. خلاني لما جاء الوقت أني أفتح مشروعي أنا اللي أسوي له التصميم وأنا اللي أطلع بالتوازن الحلو من الدخول لين الخروج. دراستي للتدريب الرياضي وكوني مدرب رياضي خلاني فعلا أتعامل مع الفنان بعزة النفس العالية، مع الشخص اللي أول مرة بتواضع اللي أكثر من تواضع، اللي يكون أحيانا يكسر من ذاته، يخليني أتوازن معه بالتحفيز الصحيح. الأمور اللي في النص توصلني في النهاية أنه نطلع بشيء متكامل يخلينا ما نستورد الأشياء، منتجنا مننا ولنا في النهاية. هذا الجمال لما يكون منتج سعودي بأيدي سعودية، والجمال أكيد اللي قدمه كل في التشكيل السعودي. ودي دخلنا ثامر في البداية في أول جزء اللي هو المعرض. أبشر ولا يهمك. في المعرض إحنا أبدأ بقطعة تعني لنا كثير. تعني لنا كأفراد واحد، ولنا إحنا لما أسسنا المكان. القطعة هذه هي اسمها رحال، كحالة ذهنية. لما نعيش أو جميعنا عشنا الحالة الذهنية كوننا رحالة، عندنا هدف ونبغى نوصل له. لما تكون صادق في هدفك، واضح في هدفك، توصل له بدون ما تحتاج كثير. فالمعنى اللي جسدته هنا، الرجال واقف متستر بعباء وماسك عصا، ما هي كثيرة العباء دفي ذبر شيء بسيط، العصا إذا احتاج يستند عليها لقيها، فما هي كثيرة. الوقفة بحد ذاتها فيها قوة، اللي بيوصل النظرة والتفاصيل قليلة عشان تعكسنا أكثر. فالمعنى التجريدي يلمسنا كلنا في حياتنا، في الأبوة بحد ذاتها أنت عندك رحلة، إذا كنت صادق بتوصل. غير المجسمات أو النحت، في موجود كمان اللوحات الموجودة في المعرض. خلينا أشرح لكم عن لوحة يعني أنا أعتز فيها. هنا يمكن عشان تقدر تشوف اللوحة بالشكل الصح أوريك، بس التركيز على العقال والشماغ اللي فيها. إذا شفت العقال والشماغ تقدر تشوف الوجه اللي تحته، والوجه اللي كله حزم كله قوة، يكمل المعنى الكلمة اللي هناك، وهي ميم را واو همزة والتاء المربوطة مروءة. المروءة انكتبت على شكل اللوجو حق اللانهائية، ما هو حق الرياضيات، لأن لها لوجو معقد باللون الأخضر على خلفية من ذهب، وكل هذه المعاني اللي توري مين أحنا، مروءتنا ولا نهائيتها كيف، مين هذا الشخص المرسوم، هذا أنا وأنت. طريقة الرسم لو نشوف بس الشماغ والعقال، الرذم وسرعة رسمه عالية سريعة، ما أقدر أوقف لأنها بتنتشر، فقاعد أعكس حياتنا اليوم والرذم حقنا السريع. في نفس الوقت عشان أطلع الوجه رسمته سبلاتس، بمعنى رشيت الألوان رش عشان أبين قديش إحنا عندنا ثراء، وأبغى أسوي خلط الاثنين ما بين ثراءنا والسرعة اللي إحنا فيها. جميل ثامر، يعني هذا العمق الموجود في الصورة، الألوان والرسائل الموجودة كمان في الصورة، سواء بالهوية العربية أو الحزم أو السعودية بشكلها جديد مختلف القول. نتكلم كم أخذت تقريبا من هذه اللوحة الضخمة تطلع بهذا الشكل الجميل؟ أنا اللوح عادة أو كل الأعمال اللي أسويها أحب إني ما أطول فيها، بس بالتحديد هذه لأنه ما كنت أرسم، كنت أحاول أشكل حسب ما
ضربة اللون والستروك نفسه كيف يطلع. فأخذت مني ستة إلى سبعة أيام، وهذه كثيرة بالنسبة لي. والنتيجة لا نتيجة كبيرة يعني متوازية أكيد، لكن الثلاثة الحلوين هذول وش قصتهم؟ تفضل أبغاك تشوفها من هنا مجاهد. بجيك من الجهة الثانية هنا. طيب هنا في حالة جميلة عشناها قبل 2019 وبعد كورونا، وهي حالة الزخم اللي جمعناه في داخلنا عشان ننطلق. قبل 2019 كانت هويتنا ما هي الواضحة الحقيقية زي ما احنا عايشينها اليوم. سو أنا فخور جداً بالتغيير اللي صار، مو أنا بس، كثير زينا فخورين بجمال التغيير اللي كنا بانتظاره وكنا مستعدين ليه، لأنه هذاك شكلنا الحقيقي لما أكون بين أهلي وبين أختي وبشكلنا الصحيح بعد القرارات. سو هذا تعبير بسيط، لما الشخص يكون يبغى ينطلق ويكون مكتف يقول فكوني، فهذا تجسيد لحالة أبغى انطلق، انتظار انطلاق الفرصة. فإحنا في الوقت المثالي أنه طول عمرنا نستنى التغيير يصير، فلما صار قاعدين نسويه بأحلى أشكاله. فهذا تعبير عن الزخم، حتى في حالة الجري في السباق قبل المرحلة الأخيرة يكون في زخم، بس قبل الخط النهائي في نقزة أخيرة، قفزة أخيرة. فهذا تعبير وتجسيد عن الحالة اللي احنا فيها. احنا انطلقنا الآن، من زمان كنا نقول يلا نستنى التغيير الجميل وصار. ممكن زي ما ذكرت يعني حتى التفاصيل الموجودة ممكن تحكي، ممكن في الفن كل واحد يشوف الشيء بصورته، لكن لما تكون فعلا في اهتزاز بالصورة موجودة توصل كل زائر المعرض يعرف الرسالة الموجودة بالصورة. وحقيقة زي ما قلت يا مجاهد انه احلى شيء لما اللوحة خصوصا التجريبية يشوفها الشخص ويعكس تعبيره هو او الحالة اللي هو عايشها. لكن اوقات وجود الفنان يشرح تكون شيء يعزز جمال المعرض او زيارة اي متحف فني. طيب ثامر، لاحظ في الاعمال الموجودة كل عمل او منحوته او لوحه فيها رساله في عمق، يعني نتكلم عن تخصصاتك المختلفه اللي درستها اكيد كان لها اثر على شخصيتك او على الفنان ثامر اللي متواجد في هذا العمر في هذا الزمن. لو نتكلم عن لمسه او وجود ثامر في الاعمال الموجوده وحس ثامر في كل لوحه. بحقيقه بدون التجارب ما نقدر نطلع، يعني تجارب فعلا ضافت لنا كثير بفهمنا للحياه، بفهمنا لرسائلنا. تواجدنا ما هو عبثي، احنا لابد يكون لنا رسائل لينا قيمة اكثر من وجودنا، لانه راح ينتهي في يوم من الايام. وهنا يجي عامل ان شاء الله النضوج واللي ان شاء الله اوصل له او يعني اسعى له انا باستمرار. فابشرح لك يمكن واحدة من القطع اللي اربط فيها او اعكس فيها يعني الخبرة اللي اخذتها بانتقالي من تخصص لتخصص أو من فهمي وحقيقة من تعاملي مع الناس، وهو الأكثر جزء يعلمنا في الحياة الناس. So تبغاني أبدأ؟ هنا القصة. هنا المعاني اللي أطلع فيها من عمل زي هالعمل هي كثيرة جدا، لكن أبدأ بفهمنا الحقيقي للذكاء العاطفي. أنا بالنسبة لي متى وعيت وفهمت إيش يعني ذكاء عاطفي حقيقي يخليني أفرق بين المحبة والاحترام، عرفنا عنها لما عديت 30 سنة، لما صار عندي 3 أولاد. الله يخليك. الله يحفظك ويحفظ لك أولادك إذا كانوا فيه لسه. فحقيقة في فهمنا للذكاء العاطفي ما نفرق بين الاثنين، فنكون عندنا مجال كبير للابتزاز العاطفي اللي يشوهنا ويشوه شخصياتنا. العمل أربطه بهذا الشيء. في حياتنا احنا نعيش في بيئة، والبيئة عادة هي البيئة القريبة، العائلة، الأسرة، ونبدأ من هالنقطة، هي اللي تشكل شخصياتنا، هي اللي تخلي لها قوامها وقوتها واتجاهها فين. ففي خلال معرفتنا في الحياة وفهمنا نلقى الجميل بس المتحجر، ونلقى اللي ما هو جميل ولكن ثابت وهو اللي لم العائلة. وتواجدنا مع الفكر القديم في القولبة أنه عشان أكون ناجح لازم أشبه فلان أو أكون أشبه شخص معين بحذافيره، أو عشنا مرحلة تصير مهندس أو دكتور، وهذا الاستقلالية المعدومة تماما فيها. ففي العمل هذا في قطعة واحدة مقلوبة وهي المختلفة. هنا أنا أعكس نفسي بين بيئتي، أني أنا أشوف نفسي مختلف، حتى لوني قيادي لسه ما اخترت اللون، ويمكن بعمري
مو لازم أختار، لازلت استكشف في الحياة، لازلت كل يوم أرى شيء أجمل يخليني أبغى أشوف، أبغى أتعلم أكثر، أبغى أقوي نفسي في أشياء ثانية أكثر. فالعمل مليان أشياء، عمقه مرة كبير ورسائل عالية، بس ببساطة أنا أرفض القول ذا. تفضل مجاهد، نشوف الاستوديو، بس قبلها بوريك واحدة من القطع اللي أنا أعتز فيها لأن فيها عمق في المعنى تو بيوصل لك لأنه أنا أشوف. لو سألتك إيش تشوف في التكوين هذا في المخلوق إيش هو؟ ممكن الوعد. أبدأ أشوفه وعد. اسم القطع اختلاط. فعليا تشوفه وعد وتشوفه خروف وتشوفه حتى بعير. في نفس الوقت لو غطيت القرن وكذا ممكن تشوف ملامح حيوانات اللي هي ذات الأنياب اللي هي الكلب أو أسد أو أو. فاسم القطع اختلاط، والهدف هنا إنه في السلسلة الغذائية ما بين أكل اللحوم وأكل الأعشاب في اختلاط. المعنى اللي أبغى أوصله إنه الشخص لما يكون قوي وهو الأسد وما يشوف قوته وفي المراية يشوف خوف وهمي يشوف الضعف، هنا يتحول الاختلاط الحقيقي إنه الأسد يتحول لخروف أو حتى العكس. وهنا تيجي المشكلة لما الخروف يصير أسد أو يستأسد بصلاحية زوج، يستأسد على زوجته وعياله، أو حتى مسؤول بصلاحيات مو عارف الفرق ما بين القيادة والإدارة. هذا الانعكاس المختلف، هذا الاختلاط اللي ما بين الاثنين، كيف الخروف يصير أسد أو الأسد يصير خروف. العمق مرة جميل هنا وعشناه ونشوفه كل يوم. الأسلوب استخدمت الوابي ساب الياباني اللي هو إذا الشقوق صارت أو انكسر يتصلح بالذهب، هنا عبينا الشقوق وحافظنا على جمالها زي ما هي، فخلطنا كم ستايل في بعض. في أكثر من رسالة، يعني رسالة مو شرط الأشياء ذا انكسرت وتفكر فريقها وصممها ممكن تعدل سيرتها. وحقيقة هذا جمال الأسلوب الوابي سابي، إنه بالعكس جمالها يزيد، قيمتها المعنوية تتضاعف، قيمتها المادية تتضاعف كمان. منتظر هذه اللحظة أني أشوف المعمل، المكان اللي فيه التدريب والمكان اللي فيه المواد وبداية صنع هذا الذهب. حياك الله، تفضل. هنا مجاهد، هذه المنطقة اللي أي شيء شفته هناك في المعرض كانت هنا. هذا مطبخنا، هذا معملنا اللي نطلع فيه الأشياء. وأهم نقطة أتكلم فيها في هالمكان أنه لما وصفت عن الاحتياج في أول شيء تكلمنا عنه، أنه إحنا محتاجين أماكن إيش فيها؟ هل هو مختبر وفي أشياء صعبة؟ ما في غير طاولات وإضاءة صحيحة وحقيقة نفسية حلوة إيجابية تخليك لما تدخل ترجع بأحلى طاقة، يعني تطلع وأنت خلاص. نفس شرح الاسم الموجود. ففعلياً ما في شيء، هي بس الطاقة الإيجابية الحلوة والفهم الحقيقي أنك كيف توصل المعلومة الصح. ليش أنا قاعد أقول لك هالكلام؟ لأنه إيش المادة اللي قاعدين نستخدمها؟ طين. وإن شاء الله قريب شغالين على إنه الطين اللي قاعدين نستخدمه ما يكون مستورد، يكون لا مدن أضرمة ولا الدوادمي، وهذا مصدر فخرنا. اللي أنا فخور فيه وبمعنى الكلمة كل الناس اللي دربتهم هنا في الرياض، لازم نشوف كيف هذولا 90% ل 95% ما عمرهم لا رسموا ولا نحتوا، ولما نشوف جمال شغلهم يوري قديش استعدادنا بالرغم من أنه النحت جديد علينا. في شيء يقدم للطفل حقيقة؟ شنو اللي يقدم للطفل؟ يس، برنامج الأطفال بالنسبة لنا من أهم البرامج، لأنه لما تكون عندنا القدرة في توصيل المعلومة بالشكل اللي يأثر، الأولى أننا نبدأ بعيالنا ونعوض لهم الفراغات اللي تتكون. جميل، أنا أشوف ثامر فيه درج، يعني أكيد أنه فيه في المنطقة الهادية ما هو زي هالمنطقة للهدوء، هذه ديناميكية وحركة فيها أعلى، فوق هدوء للرسم لما نسوي كاركتر ديزاين وتصميم شخصيات، فبنطلع مع بعض. تأخذ منها؟ تفضل مجاهد. احنا في المنطقة الأهدى، يعني تحت الحركة الديناميكية أكثر، هنا فعليا زي ما قلت عشان الرسم والهدوء اللي محتاجينه يكون البيئة تساعد أكثر عليه. إيش الأشياء اللي نسويها عادة في هالمكان؟ كلاسات الرسم، عندنا احنا هنا نشتغل على أنيميشن
وفيديو جيمز، يعني نسوي افلام كرتون والعاب فيديو. محتاجين مساحات فيها سبورات كثيره عشان نبني الشخصيات صح، عشان نناقش كتابه القصص. وهذا من اجمل الاشياء اللي انا فخور فيها، انه شغالين على قصص من الجزيره العربيه. الكتابه والرسم والاخراج والانتاج كله بيكون هنا. يعني مستحيل واحد يجي هذا الجمال ما يحاول انه يجرب يرسم. كيف تسمح لي كذا اخذ كلاس سريع او تعطيني اول درس بس ما اني وصلت الى عندك هنا؟ مو بس اسمح لك، بالعكس يشرفني. انا اليوم في اول حصه رسم. طيب الشيء الحلو انه في ناس كثير تبدا وهي عندها فكره سلبيه عن انه والله الرسم هي موهبه مو مكتسبة وإنما تيجي مع الولادة ولا لا، هي ما هي كذا، هي قدرات وتقدر تكتسبها. بس أهم حاجة نفهم إنه الجزء الأيمن المسؤول عن الإبداع في جزء أيسر مهيمن عليه. فدائما أبدأ بإني بشكل غير مباشر أشيل الهيمنة حقت الجزء الأيسر هذا، وببساطة راح تتفاجأ من أدائك وفعليا راح أخليك ترسم شيء اليوم. يلا بس لازم تقص رسم انه نهدي الصوت شوي، انتظرونا في الكشاف الاسبوع الجاي.